بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف نعرف كيف نستخدم جوجل كروم أوتوميشن، أي أتمتة مستعرض جوجل كروم. قبل الشروع في كتابة الكود بنقوم بانستولينج المكتبة التالية، مكتبة سيلينيوم. من هنا بتفتح ترمينال، بنكتب هنا pip install سيلينيوم وتضغط مفتاح ادخال انتر، بيقوم بتنزيل المكتبه واداني هنا requirement already satisfied، اي ان هذه المكتبه تم انزالها وتثبيتها على السيستم قبل ذلك. بنقفل هذه النافذه وبنقوم بفتح اللينك الاتي اللي هو اللينك الخاص بان انا انزل جوجل كروم درايفر. بنسخ هذا الرابط، وان شاء الله الرابط ده ساضعه لك في صندوق الوصف الخاص بالفيديو. وبتفتح مستعرض الانترنت وبتختار هنا بيست اند جو، وبيفتح لك الصفحة دي. بتنزل جوجل كروم درايفر، اي نسخة اصدار امامك بتنزلها. بعد انزالها بتقوم بوضعها في فولدر الخاص بالمشروع كما وضعتها هنا. تجد هذا الملف كروم درايفر، بتضعه عندك. حجم الملف ده بسيط جدا، حجمه 10 ميجا، 10.8 ميجا بايت. بعد ما بتنزله في فولدر المشروع بتكتب الكود التالي، بتفتح البايثون تشارم اديتور وبنكتب الكود التالي. في السطر الاول هنستورد من مكتبة سيلينيوم، from selenium import web driver. السطر الثاني import python auto graphical user interface. السطر الثالث import python per clip. السطر الخامس اكتب هفتح متغير براوزر، استخدم منه الويب درايفر كروم، وادخل على الكروم درايفر استخدمه اللي انا سبق ونزلته من الموقع، وبعدين بايثون بير كليب. اعمل كوبي لعبارة هكتبها دلوقتي، العبارة دي هبحث عنها مثلا في موقع جوجل، واستخدم هنا البراوزر جيت وافتح لي الموقع اللي هو خاص بالجوجل دوت كوم. اعمل عملية انتظار براوزر امبليسيتي underscore wait، انتظر مثلا 10 seconds 10 ثواني. في السطر التاسع البايثون اوتو جرافيكال هوت كي، اضغط مفاتيح كنترول مع في معا. في السطر اللي بعده بايثون اوتو جرافيكال يوزر انترفيس، بريس مفتاح انتر، اضغط مفتاح انتر. بنضغط ران وبنشوف الناتج. هنا بيفتح لي مستعرض جوجل كروم، فتح لي جوجل سيرش درايف، وطبعا هنا لم يجد عبارة اكتبها او ابحث عنها. هنا اتجه ان انا اقول له مثلا ابحث عن، اكتب مثلا باللغة العربية مثلا قناة مستر ماجد التعليمية. هنا هيقوم بايثون بير كليب بنسخ هذه العبارة قناة مستر ماجد التعليمية، وفي السطر التاسع هنا هيضغط على الهوت كيز كنترول مع الفي معا، ويقوم بلصق قناة مستر ماجد التعليمية في صندوق البحث الخاص بجوجل سيرش درايف، وبعدها في السطر العاشر يضغط مفتاح انتر. نضغط ران ونرى النتيجة. فتح لي المستعرض، فتح لي جوجل سيرش درايف. هيقوم بانتظار 10 ثواني، وبعدها يقوم بنسخ العبارة اللي انا كتبتها ولصقها في السيرش درايف هنا. تمام، فتح هنا المستعرض جوجل كروم، وفتح لي الجوجل سيرش درايف، وكتب هنا في عبارة البحث او في خانة البحث قناة مستر ماجد التعليمية، وضغط مفتاح انتر، وتم فتح النافذة الخاصة باللينكات الخاصة بالبحث على جوجل، ومن خلالها اقدر اختار الموقع. دي كانت النهاردة مجرد فكرة ازاي استخدم الاوتوميشن مع جوجل كروم ويب براوزر، وممكن اعمل بعد كده اي عمليات اتمتة خاصة بالكتابة والبحث، وان شاء الله هنعرف كيف نبحث عن المعلومات ونحصل على نتائجها باستخدام مكتبات اخرى ان شاء الله من خلال الاتمتة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.